أخبار اليوم. توسيع مشاركة الشركات الصينية في مشروعات البنى التحتية والطاقة والإسكان، إضافة إلى بحث إنشاء الجامعة الصينية في مصر، موضوعات تصدرت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستشار مجلس الدولة الصيني لشؤون الخارجية يانغ جيتشي الذي يزور مصر على رأس وفد صيني رفيع المستوى. المسؤول الصيني أعرب عن مساندة بلاده لدعم جهود التنمية الشاملة على أرض مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، من بينها تطوير ترسانة البحرية بالأسكندرية وإنشاء خط مترو العاشر من رمضان. الرئيس السيسي من جانبه أعرب عن ترحيب مصر بالزيارة المقبلة للرئيس الصيني، والتي ستفتح آفاقا جديدة للتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. وأشاد السيد الرئيس بمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير. أما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية، فقد تصدرت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية نيوزيلندا موراي ماكالاي، حيث أكد السيد الرئيس بأن تسوية القضية الفلسطينية سيكون لها أثر كبير في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، منوها إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف مفاوضات السلام من خلال تقديم ضمانات تبدد مخاوف الطرفين بما يضمن تحقيق سلام عادل وشامل. نيوزيلندا لديها اهتمام كبير بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط نظرا لارتباطها القديم بالمنطقة بشكل عام وبمصر بشكل خاص، وأيضا في ضوء عضويتها في مجلس الأمن لعامي 2015-2016. وقد ناقشنا مع الرئيس السيسي تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وحيث شدد الرئيس على ضرورة إيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات بما يضمن حماية مقدرات الشعوب والحفاظ على وحدة أراضيها، وضرورة تقديم الدعم للمؤسسات الشرعية الليبية وتسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل. جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي كانت حاضرة وبقوة خلال مباحثات السيد الرئيس ووزير خارجية نيوزيلندا الذي أشاد بما قامت به مصر في مكافحة الإرهاب في سيناء. Yes, indeed. No country, sadly, is immune from the threat of ISIL, and we have. لا توجد دولة بعيدة عن تهديدات التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش، فلدينا في نيوزيلندا بعض الشباب يتواصلون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع التنظيمات المتطرفة للقتال في سوريا والعراق. لذلك سنت الحكومة النيوزيلندية مجموعة من القوانين تسمح لها بسحب جوازات سفر من يثبت تواصله مع هذه التنظيمات، ونسعى للتواصل والتعاون مع حكومات منطقة الشرق الأوسط للقضاء على تلك التنظيمات المتواجدة على الأراضي الليبية والسورية.